مكاسب وماديات، المجد الذي ينتظر النادي الاهلي والتاريخ اللي بينتظر النادي الاهلي والارقام اللي بتحط النادي الاهلي على قمه التصنيف الافريقي اللي هو 101 واللي تحتيه بارقام بعيده جدا، يعني 101 نقطه لغايه دلوقتي في تصنيف نادي القرن ال 21 وبيسبق اقرب منافسيه ب 20 ب 30 نقطه. اقرب منافسيه ولا اقرب يافطه منه؟ لا اقرب يافطه، ما فيش يافطه خالص، يافطه دي مش يعني موجوده. يعني انت خلصت القرن ال 21، القرن اللي احنا فيه ده خلاص كده خلص خلص ده لسه في ناس بتتكلم احنا هنفكر في الاثنين، لسه في ناس بتتكلم في اللي فات. بقول له كده بيتفوق على اقرب يافطه ده لسه في ناس كده بتتكلم في اللي فات. طيب خالد القوصي وهو بيشير لكل هذه الارقام القياسيه اللي الاهلي بينتظرها والرقم المجد الشخصي لبيتس موسيماني، برغم ما يحققه موسيماني في هذه البطولة ومع الأهلي، إلا أنه أنت شايف موقف الإعلام المصري منه إيه وأداء المشهد الإعلامي مع الفاينل مع الأهلي إيه؟ ده بص إيه لمست الجرح أنا؟ ده هو ما يتسألش على الصحفيين إلا صحفي. يعني أنت ضغطت على الجرح جامد قوي يا أستاذ إبراهيم، لأن الفكرة كلها النادي الأهلي يعامل في كل الدول في أي إعلام في العالم معاملة البطل المتوج، معاملة النادي صاحب التاريخ وصاحب الإنجازات وصاحب كل شيء. يعني أنت الأستاذ أوصي هو بيتكلم على الأرقام القياسية، أنت لا شيل كلمة القياسية قول الأرقام الأهلوية بقى، لأن خلاص النادي الأهلي قالها بيتسو موسيماني وما كانش مغرور وهو بيقولها، قال لك النادي الأهلي بينافس نفسه والأرقام بتقول كده. الأرقام بتقول إنك بتكسر أرقامك أنت مش أرقام حد، وبالتالي لما أنت تكون كل المشاكل اللي أنت تدخلها دي، النادي الأهلي دخل مشاكل كبيرة جدا مع الاتحاد الأفريقي الفترة الماضية، لم أجد من الإعلام المصري أي مساندة على الإطلاق، بل بالعكس لم أجد منه إلا استخفاف وتريقة ومساندة للجانب الآخر، وصل بالبعض منهم إلى استضافة بعض الإعلاميين المغاربة اللي تطاولوا في بوستاتهم وفي كلامهم على الكابتن محمود الخطيب نفسه، وبالتالي أنت بتحس أن الناس موجودة في مكان تاني غير المكان اللي أنت موجود فيه، برغم أنها برامج مصرية في قنوات مصرية، وكان النادي الأهلي ده من مكان تاني. وكأن النادي الأهلي، أنا ما بحبش أحط المقارنات أبدا أبدا، إنما بص يا أستاذ إبراهيم على مثلا لو بنتكلم في الدوري، بص على الاستوديو التحليلي بعد كل مباراة للنادي الأهلي وعلى الاستوديو التحليلي بعد كل مباراة لنادي الزمالك، الوضع مختلف تماما تماما. حتى وإن فاز النادي الأهلي، حتى وإن فاز النادي الأهلي في كل الاستوديوهات الأخرى، يعني النادي الأهلي كسب 4-0 وفاق الصيف نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتلاقي الناس بتقول لك ده بيتسو موسيماني اهدر فوز بالسبعه وبالثمانيه. هو في كده في الكوره؟ هو في كده في النقد؟ هو في كده؟ هو في عقل كده؟ مفيش عقل كده، انما هو يعني غرض. الناس ما بتتكلمش بشكل فني، ما حدش قال ان النادي الاهلي كسب 4-0 مباراه ذهاب، ودي نتيجه او نتائج نادرا ما تتكرر ولا يفعلها الا النادي الاهلي. وصل بالناس مرحله ان هم يقول لك ان النادي الاهلي الدوري اقوى من بطوله دوري ابطال افريقيا. هل في عقل؟ هل في ما هي نفس الاصوات يا خالد اللي كان بتقول الدوري المصري فقد التنافسيه واضعف دوري في العالم، على الرغم برضو ان النادي الاهلي هو اللي واخد 42. على الرغم برضو هو النادي الاهلي هو يعني لو هو اقوى من افريقيا فانا الاقوى برضو، لو افريقيا الاقوى فانا الاقوى برضو. انت عايز توصل لايه؟ ما هو في الاخر برضو انا الاول هنا وانا الاول هنا، وبالتالي انت لو قللت من اي واحد فيهم انت بتقلل من نفسك. لو انت بتتكلم وتقول كل بطوله ليها قيمتها، ان المنافسين خرجوا من اسهل بطوله، طب ما انت بتقول لنفسك ما انت خرجت من اسهل بطوله، اذا انت مستواك ما جابش مستوى اسهل بطوله. وبالتالي انا بتكلم في الاعلام نفسه، هل الاعلام تعامل مع النادي الاهلي انه عنده ازمه مع اتحاد قاري؟ بالطبع لا. بالطبع لا، عايز حد يتكلم الا ما نظر، وكمان بتبقى مقاطع من بعض الناس بتبقى يعني فكرة ان هو اثبات تواجد ان انا واقف مع النادي الاهلي. انا مثلا يوم كامل ببرامجه بمذيعينه بالاستوديوهات التحليلية بتتكلم عن حق النادي الاهلي وازاي النادي الاهلي يعني اعلام لا يحتفي بنجاحات الاهلي. لا هو زعلان من نجاحات الاهلي، زعلان مش لا يحتفي به. ده هو هم معديين المرحلة دي بكتير قوي قوي يعني. هو بيغضبهم النادي الاهلي، نجاح النادي الاهلي ده واضح، عشان بس ما حدش يقول لي انت بتتجنى او جاي افتح بعد كل